الحزن يا ابوي. السلام عليكم شباب فلسطين، معكم طرحنا. اليوم جايب لكم اول مره صور مكان عام. شوف كيف مكان عام في مطار الملك خالد التويلي. اليوم رحله تويلي، تحداكم ما تعرفون صح؟ من الرياض الى ماليزيا. اللي يعرف السناب اكيد السناب يعرفون ان هذا المقطع راح يكون متاخر، لكن بالبدايه يضيفوني في سناب شات وانستغرام عشان تشوفوا رحلته زي كذا. الحين بوريكم رحلتي يعني من الرياض لماليزيا، وانا في الطياره وانا ما ادري وش وزي كذا يعني الزبده. ما ادري تسمعوني زين ولا لا، لكن ان شاء الله تسمعوني. وبس يعني وش اسوي؟ اوكي ما ادري ايش اسوي انا الحين، ما في شيء في الرياض يعني. انا اصور هناك يعني، بس اقول لكم الحين متوجه ان شاء الله الى ماليزيا باذن الله. الحين ان شاء الله نشوفكم في الطياره، او يمكن اطقطق مع والدتي زي كذا، يمكن يمكن زي كذا. من رحلتي من الرياض الى ماليزيا هذه الحلقه الاولى. اشوف دائما زي كذا اخبار راح انزل الحلقه الجزء الثاني يعني، فاتمنى دامكم. يا عيال الحين في شيء قهرني، ذول الاثنين يبغون العاب بس في المطار. ما ادري ليش المطار يجذبهم، المطار يجذب صح؟ يجذب يسلكون. وين بنروح؟ مطار. وين بنروح؟ اسلوب. سخلكم. زبده بروح ماليزيا صح؟ ايوه ما بروح. قال لك تخبي انا الحين. ايوه. ايش كذا؟ رجعنا لكم الحمد لله. تونا نوصل لماليزيا، تونا نوصل الحين والله تعب تقريبا 8 ساعات رحلة، 8 ساعات جدا تعب نوم. ما أنا مستداع يا رجال. يلا الحمد لله وصلنا الحين. أنا الحين في المطار، ما أدري أصور ولا أروح العيال. ما ندخل الحين، ما ضيعت. راح أجيب شو اسمه الشنط ثم أجي. راح أجيب شنط. الزبدة مطارهم شيء خرافي والله العظيم، مو زي مطار. شوف انا قد رحت اماكن برا، لكن ماليزيا اول مره اجيها صراحه. لكن مطارهم في كل شيء، تحس انه سوق مو مطار ما شاء الله يعني. شوف ها باقي هناك، باقي هناك، بس انه بلكم يعني مطارهم لا يعني ما شاء الله مو زي مطار نكهات. سبحان الله زي بالضبط ان شاء الله ماليزيا. اوكي شكرا. المهم تونا مخلص الحين نشتري شرايح. اوكي مثلا امه عشان شرايح زي كذا، والحين بنروح نطلع الشنط بعدين عاد شو بصير. يلا الحين اخذ الشنطه، قسم بالله ما كنا ذيق الحمد لله. الحين اخذ الشنطه قلنا جاهزه، نحن تاخرنا اصلا على الشنطه، سحبنا عليها قلنا مجهزين وكل شيء. يلا الحين بنطلع برا المطار كذا، يلا بنروح زي الجزيره. واخيرا طلعنا من المطار، ماليزيا كوالالمبور معلش. اوكي الحين نركب الباص ده، نحن كثير ان شاء الله. يلا بننتقل من كوالالمبور الى زي الجزيرة زي كذا. يلا دبي نروح هناك يعني. I hope you're doing amazing. Sorry it's been so long since I put up a video. I was on tour, but I've been vlogging 3 times. And subscribe to my new channel. Hey, I'm going to YouTube Fan Fest in Tokyo. هاي ماليزيا. ايوه الحمد لله على السلامة. انقطعت كثير اكل لي خطوات لكي ابحث عن شنطتي. هذه انا راح ما ادري والله. اكل لي خطوات لكي ابحث عن شنطتي. هذه انا راح ما ادري والله. قسم بالله ما كملنا دقيقة. اللهم اعطينا الشنطه، والله ما كنا ذيك فرق. والله الصراحه في حر شوي، والله مو حر رطوبه، اوكي ما في حر رطوبه. الحين بروح مع هذا الباص يودينا الى زي الجزيره.
إني وصلنا الفندق. المطار الحين في هذا الفندق. مدخل نشوف يعني. أخيراً وأخيراً وصلنا الشقة. قسم بالله تعب في الطيارة حوالي 8 ساعات. 8 ساعات تقريبا، 7 ساعات ونص، 8 ساعات تقريبا 8 ساعات. غير مطار قبل ما شو اسمه، قبل ما ندخل الطيارة، قبل 3 ساعات جينا، 4 ساعات برضو، وقعدنا في مطار شو اسمه كوالالمبور، قعدنا ساعتين نطلع عفش نحول فلوس زي كذا، قروشة مرة قروشة. والحين وصلنا. ايش تقول ذي يعني وردة يعني الحين. والحين أخيرا وصلنا شو اسمه الفندق، كل شيء الحمد لله. احنا الحين ما في كوالالمبور، لا رحنا زي القرية كذا، ما ادري كيف يعني، ما هي مرة يعني خرافية، لكن عندك 5 نجوم يعني حلو كذا. لقيت فيها يومين، ثم نروح قرية ثانية زي كذا يومين. شو اسمه لما نروح كوالالمبور بنطول فيها كوالالمبور. فهذه اول رحلة، طبعا شيء عادي الرحلة الاولى، بس يعني قلت لكم من سوينا من الرياض الين كوالالمبور، يعني قلت لكم مقتطفات بسيطة. فاذا تبغوني اكمل الرحلة يعني انا بوصلكم، اذا تبغوني اكمل الرحلة يعني اكيد بيصير شيء جامد من بعد، يعني هذا شيء عادي، بس اني رحت وجيت كذا بس يعني. فتبغوني اكمل الرحله، اتمنى تعطوني لايك، تدعموني، ما تقصروا معي. وكان معكم طلاق كيلر، ضيفوني بسناب شات، تويتر، انستغرام، هذه تشوفها قدامكم هنا، لاني اكيد وش اسمه اكيد راح انزل يوميات هناك، والحين نزلت سناب شات، انزلها. فكان معكم طلاق كيلر، مع السلامه. لا تنسى اللايك.